بصوا كده، حد فيكم فاكر الكاوية دي؟ مين فاكرها؟ طيب هقول لحضرتك، الكاوية دي احنا عملنا عنها فيديو قبل كده، تمام؟ اتكلمنا عنها وقلنا ان هي كويسة ولا مش كويسة. الموضوع بقاله كتير، بقاله فترة كبيرة يعني، ووعدتكم ان لازم هاجي اقول لكم على اللي فيها سواء كانت كويسة او غير كده. المهم ان انا اشتغلت بيها بصراحة الفترة دي، الله اكبر عليها، حاجة ممتازة جدا جدا. بس طبعا يعني مفيش حاجة بتفضل على حالها، او مفيش حاجة يعني بتفضل موجودة زي ما هي على طول. السلاح بتاعها اللي هو السن يعني بتاعها ده، تمام، باظ. انا عملت خطأ وحش يعني، اللي هو ايه يعني، سيحت بيها بلاستيك والمفروض ان احنا نمشي كده بيها، بس انا كنت مستعجل وكنت محتاج الموضوع ده ضروري، فعملت فتحات كده ببلاستيك. المهم ان السن حصل معايا فيه مشكلة باظ. فالمهم ان انا رحت اشتريت السن ده، تمام. السلاح ده بصراحة انا ما جربتوش، وقلت قبل ما اجربه واجب ان احنا نجربه مع بعض ونشوف هل هو يعني كويس ولا مش كويس، تمام. هو سعره مش رخيص عامة يعني، هو هقول لحضرتك دلوقتي على سعره، بس قبل ما اقولك على سعره نشوف اداؤه، وبعد كده نقدر نقيم نشوف فعلا هيستاهل السعر ده ولا ما يستاهلش. هاند سكيب ماشي، وهو طبعا مش صيني، ده تايوان. ما علينا من الكلام ده كله، نركن ده كله على جنب، وعلشان ما نضيعش وقت نركب السلاح. طبعا هو طريقة تركيبه بتبقى سهلة جدا جدا يعني، مش محتاج قصة ولا حاجة. احنا بنربط ده كده، نربطها كويس، ما فيش اهو ما بيعملش اي حاجة، تهزش معايا ولا حاجة. نوصل الكهرباء ونشوف. طبعا احنا بنظبطها من هنا على حسب الاداء اللي احنا عايزينه، زي ما احنا عارفين يعني، في ان انت تظبطها على اي جهد زي ما انت عايز، من 200 ل 450، من 200 ل 450 دي القدرة بتاعتها، زي الهوت اير كده. انا هقول لكم ازاي تحافظوا على السن يعني، للناس المبتدئه هقول لك ازاي تحافظ على السن بتاع الكاويه ما يبصش منك ويعيش معاك اطول وقت، علشان مش كل شويه نغير في سلاح والكلام ده كله. انا متعود ان اول ما بحط الفيشه بتاعتها في الكهرباء بشتغل بيها على طول يعني، اول ما بحط الفيشه كده مفيش، ما بكملش نص دقيقه وامسكها واشتغل بيها على طول، ان هي بتسخن بسرعه. انا حطيت الفيشه دلوقتي وهبدا شغل، تمام، مية مية زي الفل، 10 على 10، أداء ممتاز جدا جدا. طيب حضرتك عاوز السلاح يعيش معاك وما يبوظش منك، أول حاجة ما تعملهوش بمبرد، ما تصنفروش بأي آلة حادة، لأنك لو جرحته، لو جرحت السن بيبدا يتاكل معاك وما بيعيش معاك نهائي، وهي كلها فتره صغيره، وتبص تلاقيه ايه بالسلامه. يبقى لما تحب تنضفه ما تستخدمش اي اله حاده نهائي، ولا مبرد ولا الجفت ولا الكلام ده كله. انا شخصيا كنت بستخدم الحاجات دي الاول قبل ما اعرف السبب يعني زمان، بس دلوقتي طبعا احنا عرفنا الاسباب. الفلكس دايما هيكون موجود عندك، لان هو ليه كذا دور. اول دور واهم دور للفلكس انك بتنظف بيه السلاح. اول ما بتروح مدخل السلاح بتاع الكاويه السن يعني، وهي شغاله وهي سخنه، اول ما بتدخله كده في اي جنب في الفلكس، بيبدا الفلكس يسحب الرواسب ويسحب اي حاجه موجوده على جسم السلاح بتاع الكاويه. وطول ما هي جديده ما تجرحتش، كل ما هيكون سهل جدا على ان الفلكس يسحب المواد ويسحب الحاجات اللي زي كده. الدور الثاني للفلكس انك تقدر تستخدمه لو عاوز ترفع عنصر من العناصر، لان هو بيتفاعل بشكل كبير جدا مع الاسدير ويخليه يسيح بسرعه ويسخن، تمام. المهم موضوعنا مش على الفلكس. تاني حاجه في السلاح الافضل يعني، لو هتستخدمه للصيانه هتفك تلحم اي عنصر، يبقى في خطأين ما تقربش منهم. اول واحد ما تعملش بها بلاستيك نهائي، خليك شغلك بس فين، في الاسدير والحاجات اللي انت شغال فيها. تاني حاجه لو انت هتلحم في عنصر الكترون ايا كان، اصبر على الكاويه خليها تسخن براحتها. يعني مثلا دلوقتي بص انا هعمل ايه، عايز الحم مثلا هنا اهو، بص كده بالراحه من غير ما بضغط بالسن يعني، ما افضلش ضغط جامد كده بالكاويه على الحاجه، لان حتى لو هي يعني كانت كويسه ممكن تتقطم من هنا. لو مثلا الكاويه ضعيفه شويه، لان في يعني نوع من الكاويات بيبقى ضعيف، اول ما بتدوس جامد بص تلاقيها اتقطمت من النص، فاحنا مش عايزين نوصل لكده. تاني حاجة ما تبقاش مثلا جاي بتلحم هنا كده مثلا كده وتقعد تعمل كده، تفضل ايه تروح وتيجي بالسلاح جامد، لا لا انت كده بتخربش السلاح برضه. خلي لو عايز الاسدير يلزق معاك بسرعة تحط الاسدير الاول، وبعد كده تحط على الاسدير الكاوية،
في ثانيه هتلاقي يعني القصدير مع السن هتلاقي القصدير ساح معاك بسرعه ولزق في العنصر اللي انت عايز تلحمه. تاني حاجه برضو حاجه تانيه، لازم أن يكون نوع القصدير اللي هتشتغل بيه يكون كويس، لان برضو ده ليه دور مهم. يعني نفس الكاويه ممكن على القصدير ده تلاقيها بسرعه وشغاله زي الفل، نوع قصدير تاني لو وحش هيبقى ضعيف معاك. فخليك مثلا شغال في نوع يكون كويس زي السنغافوره والحاجات اللي زي كده. مش مشكله انك لو جبت بقره غاليه شويه، بس هتوفر عليك مجهود وكمان هتحافظ لك على سلاح الكاوية بتاعتك، لان القصدير التعبان اللي هو الوحش كل ما هتفضل يعني تحط كده هتفضل طبعا مش بيلحم معاك، هتشك ان الكاوية فيها مشكلة او في حاجة غلط، هتفضل تجرح في السن لحد ما تبوظ السن بتاع الكاوية، وفي الاخر برضو المشكلة مش في الكاوية. واخر حاجة اهو بعد ما بنخلص شغل، دي لازم تكون مفتوحة موجودة جنبك اثناء الشغل، تعمل كده كده خلاص تحطها مكانها وخلاص. ما تحطش برضو الكاوية على سلك ولا على اي حاجة كده والدنيا تبقى مش مترتبة، خلي الدنيا مترتبة وتحط الكاوية في مكانها على طول. عود نفسك دي ليها مكان تتحط فيه بعيد عن الاسلاك وبعيد عن اي حاجة تانية. وقبل ما ننسى، سعر السلاح ده 30 جنيه، يعني 30 جنيه مصري، يعني ما يقارب دولار ونص. تمام، قول لي بقى في الكومنتات هو فعلا سعره كده ولا انا اتغلبت فيه، وكمان يستاهل السعر ده ولا ما يستاهلش. خلي بالك 30 جنيه سعر السلاح نفسه مش الكاوية كلها. ولو عاوز تتفرج على فيديو الكاوية كلها هتلاقيني سايب لك الفيديو في الوصف، تقدر تدخل على الفيديو وتتفرج لو عاوز تفاصيل اكتر عن الكاوية دي، وكمان سعرها هتلاقيه موجود في الفيديو. دي كل الحاجات اللي انا اعرفها، يا رب ما اكونش نسيت حاجة، ورب كمان ما اكونش طولت عليكم في حلقة النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.